اهلا وسهلا فيكم صبايا بهذا الفيديو. طلبتوا مني ان اعمل لكم مكياج عروس باللون الوردي، هيدا هو اللوك. سو نبلش مع بعض بالخطوات. اول شي راح استخدم هيدا الفاونديشن من ديور. هيدا الفاونديشن تخطيطه كتير كتير خفيفه، وهي عامله برونز، يعني لون وجهها اوريدي مختلف شويه عن لون جسمها. لهيك بس بخلص توزيع هيدا النوع من فاونديشن، وكمان راح وزعه على فكره بالبيوتي بلندر. راح ارجع فوق استخدم فاونديشن تاني من نارس، كل الاسماء راح تلاقوها هيك على جنب الشاشه. اوكي، هيدا الفاونديشن راح يساعدني، كمان هو تخطيطه كتير خفيفه بس راح يساعدني ان انا اوصل لنفس لون الجسم. رح استخدم هلا كونسيلر، بس رح احطه على منطقة تحت العين لانه تحت عيونها شوية في زرق. اوكي، سو رح احطه وادمجه كمان بالبيوتي بلندر. لاحظوا ان انا استخدمت الكونسيلر من نفس لون بشرتها عشان ما ينقلب معي بعدين لرمادي. وبعدين رح استخدم الباليت رقم 30 من ميك اب فور ايفر، ورح اعمل بالالوان اللي موجودة بنفس الباليت الهايلايتنج والكونتورينج. مثل ما بقلكم بكل الفيديوهات، اول شي لازم نفرد اللون الفاتح ومن بعدها نفرد اللون الغامق. هلا رح ثبت كل شيء انا حطيته على البشره بالترانسلوسن باودر من لورا مارسيا. هذه الخطوه كتير مهمه، وانا بفضل استخدام البودره الحره عن البودره المضغوطه لتثبيت كريم الاساس. حواجب انا كتير رحيفه، فرح اعبي الفراغات اللي بحواجبها، ورح استخدم لها لهيدا الشيء المسكرة تبع الحواجب من كاركتر. حواجبها لقانا كتير متباعدة عن بعض، فرح أقرب الحواجب لبعض. شوف الفرق بين الحاجب اليمين واليسار. هلا رح استخدم البرايمر من Urban Decay على الجفن العلوي قبل ما احط اي نوع من انواع الاي شادو.
راح استخدم تقريبا كل الالوان تبعي ما عدا لون واحد من الباليت تبع اناستازيا بيفرلي هيلز، اسمه مكتوب تحت بالشاشة. اوكي، وكمان على فكرة صبايا كل الاشياء اللي استخدمتها راح تلاقوها موجودة تحت بالديسكريبشن بوكس، فاذا انتم حابين تعرفوا الادوات وتشوفوا اسمائهم بليز افتحوا الديسكريبشن بوكس، راح تلاقوا كل التفاصيل موجودة فيه. هلا كمان رح استخدم النارس، اوكي، درجة هيك عنابية، ورح استخدمها على الجفن الثابت. رح استخدم درجة هيك كمان من درجات الوردي بس اللي هي كتير فاتحة، ورح استخدمها لحتى ادمج اللون اللي حطيته بالبداية. هلا انا ما بعرف مبين كتير بالكاميرا ولا لا، بس انا حاطه هون جليتر من ميك اب ستور، اوكي، باللون الوردي. واضح كتير بالعين المرئيه، بس ما بعرف اذا هو مبين كتير على الكاميرا او لا، بس anyway حبيت افرجيكم الخطوات حتى لو انها مش مبينه. ومن بعدها كمان في النص الجفن هيك حطيت جليتر من اربن ديكاي، كتير كتير حلو هذا الجليتر الصراحه، كتير بستخدمه للعرايس. هلا رح استخدم للايلاينر، بس الايلاينر هون رح اعمله كتير خفيف، يعني رح اعمله كتير رقيق مثل ما انتو هلا رح تشوفوا. هلا راح استخدم الكحل من ام يو دي. راح استخدم الماسكارا من بلاديو. المشكلة ان انا اجتني ومركبة رموش، والرموش تقريبا هيك كلياتها واقعة، وكتير كتير الرموش اللي هي مركبتها طويلة، فاضطريت كمان اركب لها رموش كتير سميكة لحتى اتفادى هذه المشكلة. هلا رح اخذ نفس اللون اللي حطيته فوق العين من نارس، ورح احطه شويه تحت العين. رح اخذ هيدي الدرجه من باليت اناستازيا ورح احطها على زاويه العين بس عشان تضوي لي الميك اب. بس خلصت راح احط الماسكارا كمان على الرموش السفلية. راح اخذ لون فاتح من نفس باليت اناستازيا وراح احطه على مدمع العين. راح استخدم السكالب باليت من واي بي اف، وراح اعمل كونتورينج وهايلايتنج بكل الالوان الموجوده بالباليت، يعني ما استخدمت لون من برا، بس الهايلايت اللي راح احطه على يعني هيك على التب تبع الانف وعلى الخدود هيدا من الباليت تبع اناستازيا، نفس الاشادو اللي حطيته عند مدمع العين. Thank you.
البلاشر اللي راح استخدمه من نوبة. هون عم استخدم الهايلايتر، نفس الهايلايتر اللي استخدمته على الخدود وعلى التب تبع الانف، رح استخدمه على الشفة العلوية. ومن بعد رح استخدم الليب لاينر من كراجا. لاحظوا ان انا الشفة العلوية بالضبط مشيت على خط شفتها، بس الشفة السفلية كبرتها لان اصغر بكتير من الشفة العلوية. راح استخدم روج من كيت فون دي. وبهيك نكون وصلنا مع بعض لنهاية اللوك لليوم. هيدا اللوك مثل ما طلبتوه صبايا، لوك عروس باللون الوردي. ان شاء الله يكون هيك هيدا اللوك نال على اعجابكم، وحبيت كمان افرجيكم الصورة اللي هي صورة قبل وبعد وتشوفوا الفرق ما بين الصورتين. ما تنسوا كمان ان انا حابة اشكر كتير من الصبايا اللي بيتابعوني: انوشة انوشة، نور هدى، سجا رزاق، اماني عز دويكات، فاطمة محمد من فلسطين، ليلاس بين زهراء، ماهر من العراق، رقية، سالي الأميرة من العراق، خديجة من العراق، توش حسن، شيماء العمري، سورة من العراق، ليلى ليلو من المغرب، إلهام من الجزائر، نونا من العراق، دودي كوين من العراق، ميمي التميمي من العراق، نور من العراق، ريم الصالح من الأردن، أم هيثم من سلطنة عمان، سمية من الجزائر، نسمة في البحر، حبيبة من مصر، صبيحة من سوريا، ومريم خالد من قطر. شكرا كتير صبايا، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، أنا كتير بحبكم. ميتة عبد الجليل.